مريم من جوه، ما فيهوش غير حاجة واحدة بس بالنسبة لي تعرفوها، الترابيكيليشن دي اسمها بكتينيت ماسل أو ماسكلاي بكتينيت، اللي هو الترابيكيليشن دي كلها. وبعد كده عندنا هنا حاجتين أو ثلاثة هنعرفها في الفنتريكل. طبعا أنتوا عارفين السيبتم ده اسمه إيه؟ انتر فنتريكلر سيبتم. الترابيكيليشن الموجودة هنا اسمها ترابيكلي كارني. كارني. كارني كارني كارنيفرس. في كارنيفرس؟ في كورديس هنا في بابيلاري ماسل. هي بابيلاري ماسل. أي حاجة أمسكها بابيلاري ماسل، وات ايفر بقى اسمها إيه، مش مهم اسمها، المهم دي اسمها إيه؟ بابيلاري ماسل. بابيلاري ماسل. وناحية اليمين لو حاجة لازقة في السبتم مودريتور باند. مودريتور باند. لو اليمين حاجة لازقة. بس مودريتور باند. يبقى هو الحاجات اللي هنحط هذه في المكان. هنحط كده ستيكر كده. ستيكر. هنا الترابيكيليشن دي اسمها ترابيكلي كارني، والماسل دي اسمها بابيلاري ماسل، وناحيه اليمين ده لازقه في السبتم يبقى مودريتور باند، والترابيكيليشن دي بكتينيت ماسل. شفتي يا دنيا؟ شفتي شو؟ رفع رفع رفع. مش عارف انت دي مظلومه معايا، مش قادر احفظ اسمك ليه. طيب اعملها كده عشان انت مش شايفينها، هنا هنا فوق هنا يبقى ايه؟ بكتينيت او ماسكلاي بكتينيت، بكتينيت ماسل. ماشي. والترابيكليشن الموجوده تحت دي اسمها ترابيكلي كارني، يبقى اللي فوق اسمها ايه؟ ماسكلاي بكتينيت او بكتينيت ماسل، واللي تحت يبقى اسمها ايه؟ كويس، ترابيكلي كارني. لا، اللي هي اللي طالعه بارزه دي بقى اسمها بابيلاري ماسل، بابيلاري ماسل، بابيلاري ماسل. ولو لقيت حاجه لازقه في السبتم اسمها مودريتور باند، مودريتور باند، مودريتور باند. يبقى هم اربع حاجات بالظبط موجوده عندنا. يبقى الترابيكليشن دي اسمها ايه؟ ماسكلاي بكتينيت، والماسل دي اسمها بابيلاري ماسل، والترابيكليشن دي اسمها ترابيكلي كارني، واللي لازقه في السبتم ده مودريتور باند. المودريتور باند دي بترانسميتس الرايت باندل برانش. المودريتور باند دي بتنقل ايه؟ الرايت باندل برانش، رايت باندل برانش، في برانشين ناحية اليمين ناحية الشمال، رايت باندل برانش. I'm going to kill you. There's no moderator band. دي معلومة اي بي سي. انا بتكلم بجد، حتى لما يجي يعملوا ايكو لو تشوفوا حد حاجة الدكتور يقول لك ده مودريتور باند، اهو شايفين ده مودريتور باند، رايت كده. فحتة المودريتور باند دي مهمة جدا جدا جدا. نعم؟ انت حاسه ان عايشي؟ انت ليكي احساسات يعني، بس يعني انا اجيبها عشان خاطر. لما انت قلتي ساره عمران قالت الحاجه يبقى كده. نحاول نتنقل على البادي بقى لو سمحت يا شباب. الله يرضى عليك.